برحب فيكم مشاهدينا بلقائنا الصباحي الأول لليوم. من المتوقع أنه يفتتح الأسبوع المقبل بفندق المتروبوليتان بالاس قاعة سيدرز روم معرض للفنانة التشكيلية ماجدة شعبان. الافتتاح يتم نهار الأربعاء الواقع ب 22 أيار الجاري الساعة 6 مساء، وبيستمر المعرض لمدة 3 أيام وبينتهي نهار السبت 25 أيار طبعا الجاري. هالمعرض هو أول عمل منفرد للفنانة ماجدة شعبان اللي هي ضيفتنا بصباحية اليوم. أهلا وسهلا فيك. كنت عم تأشرين لي هيك، قلت شي غلط بال أربعة أيام، لكن مكتوب بالبروشور من 22 ل 25 انكلود، يعني 22 23 24 25 يعني رح يكون هو نعم اوكي بعد الأربعة أيام. حبينا نتعرف عليك هلا من خلال طبعا اللوحات اللي حنشاهدها بعد شوي، لكن خبرينا عن المعرض. المعرض رح يكون مثل ما ذكرتي نهار الأربعاء الساعة 6. رح يتضمن بين الخمسين والستين لوحة. نعم. اللوحات في أحجام مختلفة، يعني في الوسط في الصغير، في الوسط 30-40-40-50، وفي الكبير. نعم. إن شاء الله يكون التابلويات تعجب الناس، يعني هذا بتمنى. كم لوحة تحديدا بتضم؟ بين الخمسين والستين مبدئيا يعني رح يكون. قد ايه بقيتي تسمي فيهم؟ خبرينا. يعني هو معك وقت للحقيقه صار لي فينا نقول سنه عم بشتغل مظبوط لهي المعرض. كان يعني في كم لوحه من سنه ال 99، يعني بينعدوا بين الست سبع لوحات. بلشنا عم نشوف هلا لوحات، هل هي معروضه بالمعرض القادم؟ هلا بالمتروبوليتان بعد لهلا ما انعرض، ورح يكونوا موجودين نهار الاربعاء. هالرسومات اللي عم نشوفها حيكونوا موجودين؟ نعم. هي من ضمن اللوحات. فاذا اذا فيك تشرحي لنا شوي عن التكنيك او الاسلوب اللي بتستعمليه بلوحاتك. ايه هلا التابلويات اللي عم نشوفها يعني كنت بحب انه يتركز فوكس اكثر عليها، لانه شغله كثير، هو شغله مينياتور بالمنمنمات. يعني اذا بدنا نفسر اكثر كلمه منمنمات، هل هي التفاصيل الصغيرة؟ التفاصيل الصغيرة يلي هي بتنشغل بالريشة من 0.1 ل 0.6 0.8. الشغلة هو يعني أهم شيء بشغلة هو هالتفاصيل، يعني كل المعرض رح يكون أبيض وأسود. نعم. مشان هيك اسمه إكسيدو نوار. نعم. إكسيدو نوار. في تابلويات مشغوله بالانك دو شين، الحبر الصيني. في تابلويات بالاكريليك، في بالفحم، وفي تابلويات تكنيك ميكس، يعني مستعمله كل التكنيك بتابلويات معينه. اكثر تابلويات في يعني اكثر شيء الدقه بشتغل فيها هو بالحبر الصيني. بشتغل التفاصيل الصغيره اللي هي المنمنمات. طب الحبر الصيني بشو بيتميز؟ شو بيعطيك؟ شو لقيتي فيه؟ خبرينا هالحبر الصيني، يمكن اول مره فنانه بتستعمله، او حتى اول مره بنسمع انه في فنانه عم تستعمل الحبر الصيني. لا هو الحبر الصيني يعني مستعمل لكن لوحات خاصة وبس مقتصرة على هلا بالشغل اللي عم بشتغله هو هالتفاصيل عم حطها ضمن افكار معينة. كل انسان بعبر بطريقته، انا بحس بالرسم وباللوحات بقدر اعبر احسن طريقة عن المساج او اي شيء بحب اعبر عنه. بالنسبة ليش شو بيعطيني الحبر الصيني، يعني انا بالديجراداسيون للون الاسود باللون الاسود عم بقدر اعطيك عده الوان، يعني بتدرج من الاسود لنوصل للابيض بتقويه التفاصيل. صحيح. ومرات تخفيفها. كمان بالاشكال اللي يعني في ديزاينات مختلفه بالرسوم اللي بشتغل فيها. نعم. وبالاكريليك نفس الشيء، وبالفحم نفس الشيء، يعني في عده افكار. نعم. فاذا مثل ما لاحظت من خلال الرسومات بتتطلب كثير وقت، ويمكن صار معك ضعف نظر شيء او لا؟ ان شاء الله لا. لا الحمد لله. لانه في تفاصيل كثير صغيره ودقيقه بدك تشتغلي فيها، يمكن بالساعات بدها تركيز. صحيح. بدها انه الشخص يكون عن جد عارف شو عامل. خبرينا اذا لوحه يمكن حدا قاطعك انت وعم ترسميها، هل بتقدري ترجعي تكملي وتفوتي بنفس المزاج؟ بالنسبة للوحات
أول شيء بحب أقوله، لو ما كنت بحب كتير هالشغل ما كنت ممكن أعطيه من وقتي ومن تعبي. يعني هالشغل كتير متعب بس كتير حلو، يعني بنفس الوقت بقدر غوص فيه، أعطي يعني بالتفاصيل، وصل الفكرة اللي أنا بدي إياها. نعم. الوقت كتير بياخده وقت، يعني في تابلو من التابلويات بتصور اللي مرق اللي فيه الفواكه والأزهار، واسمه بوكي دامور هالتابلو. هيدا أخذ معي 21 يوم بمعدل 5 ساعات يوميا شغل، لأنه كانت كل حبة تاخد ساعة ونص ساعتين. نعم. في بوينتييزم، في ديزاينات، يعني في كتير شغل. وفي تابلويات تانية كمان تاخد هيك شغل. بجرب أنه لما بدي أحط الفكرة بعمل الكومبوزيسيون بهالوقت، مفروض أنه ما أطش عنا. بالنسبة للتحبير بدي كتير أعمل كونسنتراسيون، يعني مشان هيك شغلي أغلبه بالليل. هل هي هيدي الرسمة؟ أكيد هي هي. نعم نشوفها. هي هي هيدي فيها كتير تفاصيل، ما بعرف قدي رح تقدر توفي بالغرض الفوكس عليها. ممكن إذا منشوفها شخصي صحيح نقدر أكيد. نسرح بالنظر وبالفكر أكثر. يعني بياخد كتير وقت بس بتحس مثل ما خبرتك عن تدرج اللون، انه بوصل من الاسود الغامق لكل الوان اللي بين الاسود والابيض. يعني هدول اللونين انا بحسهم انه مع بعضهم فيهم سحر، يعني الابيض بيبرز الاسود والعكس صحيح، يعني بيعبروا بشكل انا بحسه. يعني هذا الشيء اللي كنت هلا حاسالك عنه، انه عم ترسمي فواكه اللي بتتميز بالوانها المختلفه، الالوان الحلوه بالاسود والابيض، قديش هيدا في صعوبه انه توصلي الرساله للمشاهد او للاشخاص اللي بدهم يحضروا المعرض. وايضا كثير بيعنوا لك هاللونين، استغنيت عن بقيه الالوان؟ يعني انا بحس ان هدول اللونين معبر كافي عن كل الالوان. بالنسبه للتابلويات تدرج الالوان والديزاينات هن اللي بيلعبوا دور الالوان عندي انا. ممكن هذا صعب اكثر؟ كثير صعب، لانه بضربه ريشه فيك تنقلي من لون للون وتعملي اسباس كبير، بينما بهيدا الشغل اول شيء بدك تلعبي بالديزاين بحد ذاته، تتفرق بين لون ولون، بين بارت وبارت. وبدك كمان التفاصيل تكون لابق هالديزاين حد هيدا، ترجع بعدين يطلعك دغري على اللون. اللي يعني فيها كمان ميزان باج كتير مهم، تصميم اللوحة كتير مهم بهذا الشغل. ماجدة خبرينا بحياتك العادية، بتعتمدي كمان على هالألوان؟ يمكن تيابك بتنقيهم ابيض واسود، او لنقول سياره فينا نقول بيضة لونها سوداء. انا بالنسبه لي الاسود هو سيد الالوان، يعني بحس انه بيعبر، ما بنظر له من ناحيه سلبيه، بعبر بفرح بالاسود، بحزن بالاسود، بيعبر عن كل مشاعر ممكن يحس فيها الانسان، وبالاخص خليطه مع الابيض بيعطي ظهور كتير مميز للأسود، بحطه أن فالور أكتر. نعم. إذا بدي أسألك عن الأمور اللي بتحب ترسميها، أو يمكن أي شيء من خلاله بتستوحي فكرة معينة، شو هو؟ أنا بقول الإنسان اللي بيعبر بالرسم عن أفكاره كل يوم، يعني كل لحظة بيقدر يشوف شيء بده يعبر عنه، يعني كل شيء بعيشه. نعم. كل شيء بشوفه حوالي، مرات معاناة شعوب، ممكن أي شيء بقراه بأثر فيه بالصحف، ممكن أخبار بتحسي مرات منوقف عندها، بتحسي بتاخد من وقتنا. نعم. هاي كلها بتعطيني أفكار أقدر أعبر عنها باللوحات بالرسم. ممكن نشوف يمكن أكثر شيء بلوحاتك أجساد، شو بتعني لك الأجساد؟ الجسد أنا بحسه شيء مهم كتير عند الإنسان، يعني لما الله خلقنا على هالصورة مش حتى نخجل بالجسد، والجسد هو بالنهاية توأم مرافق لروحنا، يعني روحنا اللي منفخر فيها وعقلنا اللي منحبه، مفروض كمان نحب جسدنا ونكون فخورين فيه كيف ما كان شكله. أكيد كيف ما كان شكله. بالنسبة لإلي وجود الجسد بلوحاتي هو بأكثر جسد المرأة اللي ممزوج بالطبيعة، اللي هو بالنسبة إلي كمان الله عطانا هالنعمة إنه المرأة تكون بمساواة مع الطبيعة، لأنه في كتير نقط
بتجمع بين الطبيعة والمرأة اللي هو العطاء، الأمومة، التضحية، هي كلها بتجمعها. المرأة بلوحاتي هي كاملة الأنوثة. يمكن كمان تذكر من وقت لوقت المرأة أنه هاي الصورة اللي هي مفروض تكون فيها، يعني أكثر ما تفكر يمكن بمساواتها للرجل. هو بمساواتها للطبيعة وأنوثتها ونعومتها. حلو، عندك فلسفة خاصة عن المرأة، يمكن بعد شوي حنقول أنك بتكتب شعر شيء أو بتحب الشعر. بكتب نثر وخواطر. وفي لوحات على فكرة، في لوحتين ثلاثة رح يكونوا بالمعرض، هن مزج بين الرسم والشعر. تحديدا أي لوحتين حتى كمان المشاهدين ينتبهوا أكثر؟ لوحتين، هو الشعر مكتوب بشعر المرأة، شعر وشعر يعني. هي اللوحة أنا كتير بحبها. هن لوحتين، ثلاث لوحات بلوتو، لأنه في كمان لوحة هي فيها ورد والأرض هي من الشعر، من الكتابة. كتابة كتير صغيرة يعني، بده واحد كتير يقرب ليقدر يقريها. هي مثل أبيات خواطر يعني، بتعطيك فكرة عن اللوحة وكمان بتخليك تغوص تسافر بأبعاد يمكن من كلامك نفهم إذا بعد أكيد ما كتبت الشعر أو ما خضت بهالمجال وأصدرت كتب، هل عم تحاولي تخبي مواهبك بهيدا الرسم؟ يعني إذا الشعر عم تكتبيه بالشعر، عم تخبي القصص اللي بتشعريها أو اللي بتحسيها، حتى ما نحكي بس شعر وشعر، فخلينا نقول هل انت بترفض انك تكوني كمان شاعره او عم تخبي هالقصص؟ لا اكيد مش تخبيه يعني. خلط الشعر باللوحات تبعولي هي تجربه يعني. هي ثلاث لوحات اول مره؟ ايه، ثلاث لوحات هدول تجربه كانت بالنسبه لي. حسيت انا كثير حبيتها، انا بتمنى كمان انه احس شوف الناس معجبين فيها. ابدا ما بحب خبي، لانه بحب كثير الكتابه قد ما بحب الرسوم. ما عندي كتب لانه بعد ما فكر يعني، عندي مجموعه كبيره من الكتابات. ممكن ان شاء الله مستقبلا بركي بعمل معرض يكون في كتاب كمان، بتكون هيك فكره مميزه. هل تعني لك ايضا التخطيط الخط العربي؟ هل بيعني لك شيء؟ وهل بتحب تقدمي يمكن خواطر شعريه من خلال الخط العربي؟ الخط العربي كمان بارت من لوحاتي، في كثير لوحات فيها الديزاين هو خط عربي يعني. الاحرف العربيه. بحس هالاحرف تتمايل بشكل توفي غرض بالرسم كمان يعني. عندها اشكال كثير حلوه الخطوط العربيه، واكيد يعني وجودها بين الديزاينات بيعطيها هيك تميز خاص فيها. ببداية المقدمة ذكرت أنه هذا المعرض هو أول عمل منفرد لك. وين كنت قبل؟ هل اشتركت مع فنانين آخرين بأعمال مشتركة بمعارض؟ كنت شارك بمعارض يعني جماعية. كنت أكثر شيء أقدم سبع لوحات من لوحات أعرض. مرة عرضت كمان بالولايات المتحدة، كمان كان عندي مشاركة لتابلويات. طبعا يعني ما في شك أنه هالمعرض المنفرد لإلي كليا يختلف عن مشاركتي السابقة، لأنه بتحس بالمعرض المنفرد بتتحملي كامل المسؤولية، بتفوتي بتفاصيل كلها أنت بدك تتحملي مسؤوليتها، منا متقسمة على أشخاص. وعم بحاول أنه كمان بالمعرض المنفرد بتحطي كل شيء في عندك، طاقات باللوحات يعني، بتقدمي كل شغلك وبتحطيه هيك على الميزان مثل ما بيقولوا يعني. أنا بتأمل خير يعني. أنا أكثر شيء بكون فرحة وسعيدة لما بحس أنه في إعجاب بلوحاتي. أيضا نحن حبينا نكشف للمشاهدين كمان عن موهبة، لنقول هي الثانية. نحن حكينا عن الشعر، حتكون الثالثة وهي تصميم المجوهرات. حضرتك درستي تصميم المجوهرات، خبرينا عن خبرتك بهالمجال. كانت دراسة تصميم المجوهرات بالحقيقة هي لأنه بحب الرسم كتير. الدراسة كانت تصميم وتنفيذ يعني. كنت بالكور اللي كنت اخذهم كنت حب ساعات التصميم كثير. هلا التنفيذ باللابوراتوار والشغل، التعامل مع المعادن
وكل شيء بيتعلق بالمجوهرات كنت أكيد حبه، بس كان في رونق خاص لساعات التصميم والرسم والجرافيز. كل هيدي كانت لأنه يمكن أنا بحب الرسم. كانت دراستي سنتين. هلأ من بعد هالدراسة كنت كتير حابة، كان عندي أحلام كتيرة بالتصميم المجوهرات، بس للأسف أنه ما كتير قدرت حققها لأنه بدها كتير رأس مال كبير. حسب أنا كيف كنت بطمح له، كنت كتير حابة أعمل تصاميم يونيك فريدة من نوعها، فريدة من نوعها بمعادن معينة وبأحجار معينة وكلها مكلفة وكلها. بقى انحدت تجربتي بالفتت بدومين التعليم. علمت بمعهد بيختص بالتصميم المجوهرات، علمت مادتين اللي هن من صلب شغلي والرسومات تبعو اللي هن الجرافيسم والببليسيتي. ويعني انحدت بالتعليم. بس ما ضليتني، لكن بيبقى عندك الحلم انه تحققي اذا تقدمت لك المساعده. اكيد ما بيفرقني هالشيء يعني. لانه بالنهايه تصميم المجوهرات وتصميم اللوحات كله بحاجه لحس مرهف، يعني بتحسي عم بتطلعي فكره، ان كان من ناحيه التصميم المجوهرات ومن ناحيه تصميم اللوحه. بس في شغله يمكن بتفرق اللي هي اللوحه عندها ابعاد فلسفيه بركه اكثر. يعني وجودها بال ظهوره هو بيختلف عن المجوهرات، بس تكنيك ما اذا بدنا نحكي في اشياء بتجمعهم مع بعضهم. اكيد. يمكن هلا انا حخبرك انه كمان يمكن المعادن اللي بتحبيها هي الابيض، المعادن البيضاء اكثر من الذهب كثير، البلاتين لانه بتتاثر بالاسود والابيض. صحيح، البلاتين كثير من المعادن اللي كثير بحبها وبحس انه الديزاينات بتظهر فيها بشكل واضح. ومن الاحجار في الماز الابيض وفي الماز الاسود اللي كثير حلو واللي بيعطوا يعني عم تغرينا هلا تصاميم رائعه يعني. اكيد كل امراه بتحب انه يكون عندها مجوهرات خاصه فيها فريده من نوعها. صحيح. وما حدا عنده منها، يعني مثل التياب اللي بنشتريها وبنحب دائما انه ما يكون حدا عنده منها. يمكن ننقهر شوي اذا شفنا قطعه ذهب لابسينا وفي شخص او سيده او فتاه لابسه مثلها. ليش هالتفرد او حب انه يكون عندنا اشياء حدا ما حدا عنده منها؟ هيدا بتخلق مع الإنسان، يعني كل إنسان الله خلق فيه، ما بدي أقول حب الذات، بس يحب ينفرد بأشياء معينة. أصلاً هو كل إنسان عنده هو يونيك بحد ذاته على الأرض، مشان هيك يمكن بحب كل شيء بده يلبسه، كل شيء بده يعيش فيه يكون كمان مميز. وهذا هو السبب اللي ما خلاني فوت كتير بهالدومين، لأنه إذا كنت حابة أعمل الشيء اللي خبرتك عنه أنه قطع يونيك مش الأشياء اللي في كتير منها واللي سهلة توصلي لها. بدها تعب كتير وبدها رأس مال كتير كبير حتى تحقق هالشيء. لكن إذا طلب منك طلب خاص أنك تصممي لأحد السيدات ما بتمانعي طبعا إذا توفر كل الأمور اللي المواد و... لا أكيد ما بمانع، بالعكس بقدم أحسن ما عندي. وفي حال كمان قدمتي معرض، هل بتقومي بعمل قطعة أو اكيد قطع. لانه هي يعني طموحي هيك انه يكون قطع فريده ومميزه. كل قطعه بتختلف عن الثانيه وما شيء بيشبه الثاني. نعم، يمكن الماتيريال بيشبهوا بعض بس التصميم لا. حنرجع هلا لعالم الفن التشكيلي، بدنا نرجع للوحات تحديدا. لاحظنا ايضا باللوحات في عيون كثير، مثل ما في اجساد كثير كمان في عيون. شو بتعني لك العيون؟ العيون هو أكثر شيء معبر بالإنسان، يعني من العيون بتاخذ كل الأحاسيس وكل التفاصيل. وبعدين في كاريزما معينة بالعيون. وفي كمان ناحية بحس أنه مرات حلو بس واحد يكون عم بيتطلع بلوحة يحس أنه في شيء عم بيتطلع فيه بالمقابل. يعني العين بتسحر لما بتطلعي باللوحة، أنت عم تستعملي عيونك، عم تستعملي حاسة النظر تتوصلي لكل أبعاد اللوحة وتسافري فيها. حلو شوي هيك تحس أنه كمان في عين عم تطلع فيك بالمقابل، عم تبادلك الشعور. نعم، شفنا كمان أيادي، يعني عم تركزي على أقسام من الجسد. الإيد، العين، هالتفاصيل الصغيرة شو بتعني لك كمان؟
يعني هو كل التفاصيل الحسية بتوصلك للأبعاد المش ملموسة، لكل شيء أبستري. بالعادة أنا بحس كل شيء مادي بيوصل بسرعة كبيرة للفكر، لأعماق بالإنسان، يعني أترافير من خلال هالأشياء الحسية بتوصل للعمق. نعم. وللأبعاد اللي بدك توصلي لها. نعم. مشاريعك المستقبلية غير المعرض القادم شو حتكون؟ بعد لحديت هلا عم فكر بالمعرض وعم يعني عم بتمنى كل شيء منيح لهالمعرض. شوف ان شاء الله نحن اكيد بنتمنى لك التوفيق، ولكن بنتمنى لك ايضا انه تقومي بعرض لوحاتك كمان خارج الوطن حتى تنتشري اكثر. هل عم تفكري ببلاد عربيه معينه؟ ان شاء الله اكيد، يعني هالشيء ما فكرت فيه بكل تفاصيله، ولكن انا بتمنى انه ان شاء الله مستقبلا يكون عندي معارض. فإذا حذكر المشاهدين بنهار افتتاح المعرض الأربعاء 22 أيار الجاري، وبينتهي نهار السبت 25 أيار. أي ساعة بينتهي؟ حتى إذا ما في وقت محدد، هو ببلش الساعة 6 نهار الأربعاء بالمتروبوليتان بالاس على سن الفيل. نعم. نهار السبت بينتهي طبيعي باخر النهار يعني مساء. نعم. طبعا نحن حنتمنى لك النجاح الدائم باول عمل منفرد لك، وبنتمنى نشوف اعمال جديده. ميرسي. انا بشكرك وبشكر الانباء. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، من بعد ما كنا مع الفنانه ماجده شعبان ومقابله خاصه بمعرضها الجديد، حنتوقف هلا مع فاصل اعلاني، بنكمل من بعده صباحيتنا.